طيب النهارده مارسيل كولر ومحمد الشناوي كابتن النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي الحقيقه اتكلموا في المؤتمر الصحفي. تعالوا نشوف اهم ما جاء على لسان كولر والشناوي في المؤتمر ونرجع لحضراتكم. احنا سعداء جدا بماتش العوده، سعداء بالاجواء، سعداء ان احنا بكره ان شاء الله الاستاد هيبقى مليان وان احنا عندنا دعم كبير من جماهيرنا بكره ان شاء الله. الماتش الاولاني كان الشوط الاول احنا قدمنا فيه مباراه كبيره جدا، اضعنا فرص كتير جدا، للاسف ما احرزناش عدد كافي من الاهداف في الشوط الاولاني كان ممكن تخلي الماتش شكله مختلف تماما. الشوط الثاني قدر سيمبا ان هو يرجع، احنا كمان تراجعنا جدا، ما بقاش عندنا ثقه في ان احنا نلعب لقدام او ان احنا مش عايزين نلعب لقدام كتير، وده ما كانش كويس، لكن سمحنا لسيمبا ان هو يرجع للمباراه وجاب جونين. حظنا كان كويس ان احنا جبنا جون سريعا قدرنا نتعادل بيه وقضعنا بعض الفرص في الشوط الثاني، لكن في المجمل النتيجه طبعا بالنسبه لنا تعتبر في مصلحتنا نتيجه ايجابيه الى حد ما، لكن احنا هدفنا دايما الفوز، هدفنا الاساسي طبعا بكره هو ان شاء الله التاهل، احنا جاهزين لمباراه بكره باذن الله وان شاء الله نقدم مباراه كويسه وان احنا نتاهل وده هدفنا الاساسي دلوقتي. كنت في تايت نيشت احنا طبعا ما كانش الوقت كافي بالقدر المأمول، يعني احنا بنتكلم في 4 ايام بس بين الماتشين، منهم يومين بيبقوا لازم استشفى لان اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاولى محتاجه وقت عشان تقدر ترجع بدنيا تاني تقدر تشارك، فاحنا تقريبا النهارده اول تمرين هيبقى فيها الفريق كله بيتمرن مع بعض، فهنحاول النهارده ان شاء الله نتكلم في التفاصيل الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها وبنقبل ان احنا نشوفها ان شاء الله في ماتش بكره. بالنسبه لمودست فهو قدر يشارك امبارح لاول مره في التمرين مره ثانيه وهنشوف النهارده حالته عامله ازاي، هل هو ده كافي ان هو يقدر يبقى موجود ولا لا. منع مشارك في التمرين امبارح بشكل عادي جدا. هو احنا لازم نعترف ان احنا عندنا في النادي الاهلي قائمه لعيبه كبيره، احنا بنتكلم في حوالي 32 لاعب بالحراس، عندنا ماتشات كبيره كتير جدا السنه دي، احنا هنعدي غالبا ال 60 مباراه، عندنا اللعيبه الدوليه كمان بتلعب ماتشات فوق ده كمان، فانا مؤمن جدا بسياسه التدوير. التدوير معناه بالنسبه لي ان انا عندي 32 لعيب، 32 لعيب عندي زي بعض، انا ما عنديش اصلا فكره التشكيل الاساسي، المفهوم ده مش عندي، اللعيبه كلها عندي زي بعض. الدوري السوبر الافريقي فيه احسن 8 فرق في افريقيا، فالفرق كلها قويه، الفرق كلها مستوياتها متقاربه. يمكن احنا حظنا كان في فريق صعب شويه لان تاريخ الاهلي في تنزانيا مش احسن حاجه، وتعتبر نتيجه 2-2 دي من افضل النتائج الاهلي حققها اصلا في تنزانيا، حتى لو احنا مش راضيين قوي عن النتيجه، لكن احنا عارفين ان احنا بكره لازم نقدم مباراه مختلفه تماما. اكيد طبعا هيبقى نفس الكلام الكوتش قاله، طبعا احنا المباراه الاولانيه طبعا احنا رجعنا بنتيجه بالنسبه لنا ايجابيه، وهو بالنسبه لنا شوط اولاني، احنا عندنا شوط الثاني دلوقتي هنا في مصر في وسط جمهورنا في وسط ملعبنا. احنا عارفين المباراة صعبة بس احنا في الاول وفي الاخر احنا مستعدين بشكل كويس جدا للمباراة وان شاء الله يعني نتأهل بكرة ان شاء الله. كباتن الفرقة اللي موجودة يعني مش انا لوحدي اللي ببقى موجود بتكلم مع الفرقة، احنا ماشيين بقالنا سنة سيستم معين مع الكوتش، يعني احنا كلنا بنتكلم مع بعض، حتى الجهاز الفني بيبقى موجود معانا وبيتكلم معانا، احنا بنشتغل بس وبنفكر بس في الماتش اللي جاي عندنا، ما بنفكرش في الماتش اللي بعديه، ده الفترة اللي فاتت احنا بنتكلم فيها يعني على طول. اللعيبه اللي موجوده عارفه اهميه البطوله وعارفه ان دي اول مره تتلعب في افريقيا وعارفه اهميه البطوله وعارفه اهميه المباراه وعارفه ان احنا بنلعب في وسط جمهورنا وعارفين الكلام ده كويس. احنا الفتره اللي فاتت ما بنتكلمش كتير عشان خلاص احنا بقالنا سنه مع بعض مع الكوتش وعارفين السيستم ماشي ازاي وكل واحد عارف شغله، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، وبرده يعني اللعيبه عارفه اهميه المباراه يعني. طيب هناخدكم كمان النهارده طبعا التمرين الرئيسيه لسيمبا وللاهلي، الاهلي بيتدرب في التتش والضيوف بيتمرنوا في استاد القاهره والفرقتين بداوا التمرين، وهننقل لحضراتكم الكواليس بس